the British MI6 intelligence service passed a list of trade union activists to that new regime. في الذكرى الثانية لعدوان السعودية على اليمن والسادسة لاحتلالها العسكري للبحرين، عقد في العاصمة البريطانية لندن مؤتمر شارك فيه جمع من السياسيين والناشطين البريطانيين والعرب لتسليط الضوء على الدور السعودي في زعزعة استقرار المنطقة وإشعال نار الحروب والانقسامات الطائفية وخاصة الحرب في اليمن، وكذلك دوافع آل سعود الكامنة وراء الاستمرار فيها. استمرار الحرب في خسائر للمدنيين وفي خسائر لهذا الشعب، أكثر هذا الشعب مجوع. فالآن جاءنا ترامب، بدل أن يضغط على آل سعود أعطاهم فسحة من الزمن أيضا ليواصلوا. بريطانيا الخارجة من الاتحاد الأوروبي تبحث عن اقتصاد لا يهمها موضوع حقوق الإنسان، ولهذا هم سوف يواصلون أيضا. فلهذا عند النظام فرصة أن يواصل. هذا النظام لم يتعلم، ولكنه في الحقيقة يعني يخشى أنه إن أوقف الحرب بالتعادل وبدون انتصار واضح أن المعركة تنتقل إليه داخليا، شرعية النظام تتناقص. الدعم البريطاني للسعودية كان عاملا أساسيا في تشجيعها على التعدي على العديد من دول المنطقة. The UK government has been very supportive of Saudi Arabia. There is a partnership here. It's a wholly negative one. It has had a totally detrimental impact on the rights and liberties of the people of Saudi Arabia, and now on the rights and liberties of the people of Yemen, and to the rights and liberties of people in Bahrain as well. It has been a totally toxic, poisonous partnership, a totally toxic, poisonous relationship. Arms exports have been a large part of that. ولذا تتحمل المنظمات المدنية والناشطون البريطانيون مسؤولية كبيرة في التصدي لسياسات حكومة بلادهم. The problem we have in Britain is that lots of people don't know that the Yemen war is going on and that they don't realise the British government involvement in it. In Stop the War, we try to do everything we can to tell people about it. We support conferences like this and we do support demonstrations that happen. More importantly, in recent time, we are emphasising that this is a continual war, not just one small war, war after war, and that we have to look at it more structurally in terms of the arms industry as well as the focus in the Middle East. المقامرة السعودية في اليمن وفي البحرين وفي باقي دول المنطقة لن يجني منها آل سعود سوى الخيبة والخسران. قلق آل سعود من المستقبل، والمصالح الغربية في المنطقة هي التي تقف وراء انتهاكاتهم لحقوق الإنسان واعتداءاتهم على دول الجوار وإشعالهم لنار الحروب وتأجيجهم للانقسامات الطائفية في المنطقة. ساهر عربي للبحرين اليوم من مؤسسة الأبرار في العاصمة البريطانية لندن.